مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى ما وراء الحدث. بعد طول انتظار جاء قرار مجلس الامن بخصوص قضيه الصحراء المغربيه، جاء من دون مفاجات، يمدد ولايه بعثه المينورسو لمده عام مع الاشاده بالجهود المغربيه وتاكيدهم مره اخرى على سمو المبادره المغربيه للحكم الذاتي لتسويه النزاع المصطنع حول الصحراء المغربيه. جاء القرار الاممي بمثابه حمام من بارد للجزائر التي سخرت جهد دبلوماسيتها للتنصل من مسار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لكنها وجدت نفسها في النهاية إزاء قرار يدعو بوضوح الأطراف بما فيها الجزائر للانخراط في جهود التسوية. القرار الأممي خيب آمال الجزائر والبوليساريو اللتين سعتا إلى توظيف أحداث القرقرات وحاولتا توجيه النقاش إلى مرجعيات التسوية، لكن مجلس الأمن لم يلتفت إلى كل ذلك وحافظ على متانة موقفه في ملف الصحراء المغربية. لمناقشة هذا الموضوع وقراءة القرار الأممي يسرنا أن ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ محمد سعيد الوافي الخبير في الشؤون الأمريكية، ومن الرباط ينضم إلينا الدكتور محمد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وسينضم إلينا لاحقا الأستاذ نوفل البعمري الباحث في شؤون الصحراء، ويكون معنا أيضا الدكتور عبد الرحيم منار السليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. ضيوفنا الكرام أهلا بكم جميعا. أبدأ من واشنطن أستاذ محمد سعيد الوافي، لعل المخاض كان عسيرا أو الحراك الدبلوماسي الذي شهدته أروقة الأمم المتحدة قبيل تبني هذا القرار كان نشطا للغاية، ماذا جرى في الساعات وفي الأيام القليلة التي سبقت خروج هذا القرار الأممي؟ والحقيقة أولا شكرا جزيلا أخي على الاستضافة، ومرحبا بك وبمشاهديك الكرام، وكذلك أرحب بزملائي الضيوف المشاركين معك. ألف مرحبا. الحقيقة أن هذا القرار هو إقرار لا رجعة فيه من قبل المنتظم الدولي، من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بأن الحل الوحيد والأوحد للوصول إلى حل مرض لجميع الأطراف، مناسب لجميع الأطراف وعادل كذلك، هو عبر المفاوضات، عبر الحل السلمي، عبر الحل التوافقي، الحل الذي لطالما شدد المغرب على التمسك به. طبعا ذهبت كل محاولات الدبلوماسية الجزائرية ومن يدور في فلكها، وكذلك بعض الدول القليلة التي دعمت موقفها، ونتحدث هنا عن قلة قليلة جدا ممن لا زالوا يؤمنون بأن يمكن أن تكون هناك حلول خارقة، حلول مجحفة في حق المغرب وفي حق حقوقه التاريخية وحقوقه الشرعية في على أرضه. وبالتالي يمكن القول على أن محاولات أو لحظات الساعة الأخيرة أو محاولات الساعة الأخيرة كانت تهدف إلى تضمين عناصر، أقول عفا عنها الزمن، أقول أنها أصبحت متجاوزة أو تجوزت أمميا، تجوزت عمليا على أرض الواقع. نتحدث هنا عن أسطوانة حقوق الإنسان، أسطوانة تقرير المصير، أسطوانة وقف إطلاق النار 1991، ومن الذي يتحمل المسؤولية، رغم أنه واضح للعيان أن زعيم أو ما يسمى بعصابة البوليساريو غالي أو بن بطوش كما يسميه البعض هو الذي طيب. أعلنها صراحة بأنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار، ومع ذلك حاولت الدبلوماسية الجزائرية جاهدة طيب. أن تثني المسودة عن ذكر هذه العناصر، وبالتالي جاء المسكوت عنه لو سمحت لي المسكوت عنه في هذا القرار، المسكوت عنه ما لم يقل هو الذي شكل الانتصار المغربي في هذا القرار 2602. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سعيد الوافي. سنتحدث أيضا عما ذكر وعما لم أو عما سكت عنه في هذا القرار أيضا في سياق هذا الحديث. دكتور محمد تاج الدين الحسيني،
مباشرة بعد تبني هذا القرار، المغرب أشاد في نيويورك بمضامينه. في الرباط أيضا وزير الخارجية المغربي شدد على أهميته وأقتبس من قوله، وأكد على أنه يقدم 5 أجوبة وعناصر أساسية مهمة جدا. أنت ما الذي أثار انتباهك في هذا في متن هذا القرار؟ شكرا ومرحبا بضيوفك الكرام. فعلا القرار يسير في نفس السياق الذي أعد له المغرب منذ قدم مقترحه الخاص بالحكم الذاتي في سنة 2007 وقبله مجلس الأمن. وأكبر دليل على ذلك هو أن إحدى الفقرات المهمة من هذا القرار جاءت لتشير إلى كل القرارات التي صدرت ما بعد سنة 2006 ولتعتبرها هي المحور المركزي لمتابعة تنفيذ مخطط الأمم المتحدة الرامي بوضوح إلى التوصل إلى حل سياسي عن طريق المفاوضات. كان النظام الجزائري يعتقد أن ما حدث في القرقرات يمكن أن يعطيه الحق ليطالب ولو من وراء حجاب بإدانة للمغرب. كان يبحث فيما إذا كان ما شنته البوليزاريو حسب وسائل إعلامها وسائل إعلام الجزائرية من حرب غوغائية في الصحراء بأن ذلك سيؤثر على مسار قرارات مجلس الأمن. كان يظن كذلك أن موقفه الخاص بالانسحاب من الموائد المستديرة برغبته الخاصة سوف يلقى أذنا صاغية من طرف المجلس. لكن ما يمكن، وهذا ما أعتبره بمثابة فعلا انتصار دبلوماسي للمغرب، أقولها بكل صراحة وبكل موضوعية، لأن مجلس الأمن أولا اعتبر أن قوات المينيرسو ينبغي أن تمارس مهمتها الأساسية وهي مراقبة وقف إطلاق النار، وأن حتى توظيف الوسائل الحديثة يمكن أن يتحقق من أجل حماية الاستقرار في هذه المنطقة. وهذا يدين بطريقة ضمنية ما تقوم به البوليزاريو ومن ورائها الجزائر من استعمال للسلاح في المنطقة العازلة. ثم هو ثانيا لم يشير إلى أي إدانة لما قام به المغرب، لأن مجلس الأمن يعرف جيدا أن مسألة إعادة فتح الطريق في القرقرات نحو موريتانيا ونحو إفريقيا الغربية هو واجب حيوي في إطار السيادة المغربية. لا يعقل أن تسد الطريق العمومي بهذا الشكل، وهو لاحظ حتى في تقريره الأمين العام السابق أن هناك قوات عسكرية من طرف البوليزاريو تجوب هذه المناطق في فترة معينة. وبالتالي أظن أنه من خلال هذه المعطيات بالأساس ومن خلال إلحاح مجددا على الموائد المستديرة وذكر الأربعة أطراف وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو وأن يتعاونوا في التوصل إلى هذا الحل السياسي، كل هذه عناصر إيجابية ومهمة تؤكد فعلا أن المغرب قد انتصر في هذه المعركة الأخرى التي كانت فعلا صعبة والتي كانت أطوارها ربما أحيانا مشوقة، لأنه من الأربعاء كان هناك مشروع قرار أنا قرأت آنذاك بالإنجليزية ولاحظت عندما صوت عليه اليوم أن نفس القرار هو الذي تم التصويت عليه. فعلا هناك إحجام كل من روسيا وتونس عن التصويت، لكل منهما أسبابهما سنأتي إلى، ولكن على كل حال هذا نصر للمغرب. سنأتي إلى أيضا مواقف التصويت في جلسة مجلس الأمن. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد تجدين الحسيني. أستاذ نوفل بعمري، لا أدري إذا كان قد انضم بالفعل إلينا لحظة الأستاذ نوفل البعمري المهتم بقضية الصحراء، كان هناك سعي واضح من لدن الجزائر من خلال توالي المواقف والتصريحات من أجل إحداث لنقل انحراف في مضمون قرارات مجلس الأمن كما هي معروفة في هذا الملف، لكن مجلس الأمن ارتأى أن يحافظ على متانة موقفه والحفاظ على نفس الاتجاه قياسا إلى السنوات الماضية. لماذا خاب هذا المسعى برأيك؟ لابد من التأكيد على كون قرار مجلس الأمن في العديد من جوانبه السياسية هو كان رد مباشر على مختلف المواقف التي أدلت بها الدولة الجزائرية تجاه القضية الوطنية وتجاه مختلف تطوراتها، خاصة منها المتعلقة بطبيعة الحل السياسي، وخاصة كذلك فيما يتعلق بالمنهجيات الوصول إلى حل سياسي كما حددته
مختلف قرارات مجلس الأمن. الدولة الجزائرية سبق لها أن راسلت الأمين العام للأمم المتحدة وراسلت مجلس الأمن وحاولت دفع مجلس الأمن لكي يتبنى قرارا مغايرا لما هو عليه، بمعنى أنه كان هناك هدف نحو محاولة إحداث ضغط سياسي على الأمم المتحدة وعلى الأمانة العامة الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن لكي يغير نظرته السياسية للحل الذي تم إقراره في هذا القرار وفي قرارات سابقة منذ 2007 إلى الآن. المجلس الأمن اليوم في هذا القرار بالإجماع 13 دولة وكذلك حتى بامتناع الروسي، لأنه في التصريح الذي قدمه السفير الروسي فهو ليس هناك اعتراض سياسي على الحل كما تم تقديمه في هذا القرار. اليوم الدولة الجزائرية اليوم هناك فشل سياسي لمختلف المناورات التي قامت بها في المنطقة ولدى الأمم المتحدة. الدولة الجزائرية حاولت دفع الأمم المتحدة إلى تغيير المنهجية السياسية وإلى تغيير رؤيتها السياسية للحل. التقارير التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة سواء في النقاش الذي تم في الجمعية العمومية أو لدى مجلس الأمن قبل أسابيع أو في هذا القرار وفي المناقشات التي تمت أظهرت اليوم على كون هناك إجماع دولي على دعم الحل السياسي الحل الواقعي على أرضية مبادرة حكم الذاتي للخروج من هذا النزاع. اليوم الدولة الجزائرية بعد هذا القرار تجد نفسها معزولة سياسيا، معزولة أمميا، خارج خارطة المسار الذي وضعته هذا القرار 26-02 والذي سيكون مناسبة لكي يتحرك المبعوث الجديد في المنطقة مسنودا ومدعوما بهذا القرار. المستقبل هو الذي سيظهر الكيفية التي ستتعامل بها الدولة الجزائرية باعتبار أنه تم إقرارها كونها طرف أساسي في هذا النزاع ومعنية بأية مباحثات وموائد مستديرة قد تكون مستقبلا. الأكيد على أنه الأيام المقبلة ستظهر الكيفية التي ستتفاعل بها الدولة الجزائرية مع التحركات التي سيقوم بها السفن دمسورة في المنطقة. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ نوفل بعمري. دكتور عبد الرحيم منار السليمي، لعله أول قرار لمجلس الأمن إذا لم تخن الذاكرة يأتي وعضو دائم العضوية في مجلس الأمن هو يعترف بشكل كامل بالسيادة المغربية الكاملة على التراب المغربي بما في ذلك الصحراء المغربية، يأتي أيضا بعد كل التطورات التي شهدتها منطقة القرقرات وفتح الطريق بجهد مغربي وأيضا تحصين المنطقة بالجدار الرملي. أنت كيف تقرأ مضامين قرار مجلس الأمن في هذا السياق؟ واضح بأن قراءة مضامين القرار 26-02 يجب أن تستحضر السياق. السياق هو مختلف عن كل المرحلة السابقة. لماذا؟ لأنه بقدر ما كان فيه هدوء مغربي وعمل دبلوماسي مغربي كبير، كانت هناك بالمقابل فوضى جزائرية وصلت إلى التهديد والوعيد ومحاولة الضغط بكل الوسائل على المجتمع الدولي. كان هناك قرار في السنة الماضية وهو القرار 25-48، كانت هناك أحداث القرقرات، كان هناك الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، كان هناك هذا العمل التراكمي في القانون الدبلوماسي وهو فتح الكثير من القنصليات. بالمقابل كانت هناك تحرك جزائري ومناورات كبيرة جدا وصلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، إلى مراسلة الأمم المتحدة، إلى محاولة الضغط في كل الاتجاهات. لاحظنا بأن ملف واحد فقط كان لديها ليأتي اليوم جواب مجلس الأمن. واضح جواب مجلس الأمن أولاً يستحضر 17 قرار الأخير والقرار اليوم هو 18، بمعنى يستحضر مرحلة. ما هي هذه المرحلة؟ لها دلالتها وهي منذ القرار 1754 أي منذ 2007، منذ مقترح الحكم الذاتي، بمعنى أن هذه هي المرحلة التي فيها رسالة إلى الجزائر بمعنى القطع مع كل الأساطير السابقة.
مسألة أخرى وهي أن الجزائر حاولت طيلة الشهور الماضية الهروب، يعني الهروب ومحاولة الهروب من الصيغة الموجودة وهي صيغة الموائد المستديرة. جاء مجلس أمن يقول بوضوح أن هناك صيغة واحدة وهي الموائد المستديرة التي تجعل من الجزائر الطرف الرئيسي في هذا الملف إلى جانب المغرب، بمعنى هذا واضح جدا. أيضا حاولت الجزائر أن توظف أو بمعنى أن تخلق أن تعطي صورة أخرى لما وقع في القرقارات، فجاء الجواب أيضا يحدد بمعنى أنه يحمل المسؤولية إلى ميليشيات البوليزاريو. أكثر من ذلك الأمور الأخرى، كانت هناك العديد من الأمور التي استمرت، مثلا مسألة الحكم الذاتي تستمر الآن ل14 سنة، ومجلس الأمن يخاطب في كل قراراته يخاطب الجزائر بأن هناك حل واحد وهو مقترح الحكم الذاتي فوق الطاولة، ثم أيضا يخاطبها ويحدد مسؤولية مسألة فتح المخيمات، أيضا تعود هذه المسألة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحيم منار سليمي. أذهب إلى واشنطن. الأستاذ محمد سعيد الوافي الخبير في الشؤون الأمريكية، لعلك تابعت كل الزخم الدبلوماسي الذي رافق الإعداد لهذه للمسودة ومناقشة المسودة ومن ثم التصويت، ما قراءتك في المؤيدين والممتنعين؟ ما قراءتك في الموقف الروسي؟ كيف تطور هناك في واشنطن، في نيويورك عفوا؟ نعم في نيويورك، أنا في واشنطن، لكن شكرا أخي على السؤال. سيدي انظر، هناك عوائق جديدة مستجدة أرادت الجزائر أن تحشرها، وهناك تغير في التكتيك الجزائري حيال قضية الصحراء المغربية. أهم هذه التغيرات والتحولات في التكتيك الجزائري هي محاولة النأي بالنفس ومحاولة الترويج لهذا النأي بالنفس على المستوى الأممي وشرعنته، أي أن تضع هذه الجزئية وتصبغ أو يطفى عليها الشرعية الدولية، هو الأمر الذي فشلت فيه. معظم من تحدثت معهم حتى من المختصين في دوائر الثينك تانك أو مراكز التفكير الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن، كان سؤالهم كالتالي: هل من هي أطراف هذا النزاع؟ وبكل تأكيد من يحرك هذا النزاع؟ من هي الدبلوماسية التي تشتغل الآن لمواجهة الموقف المغربي؟ الجزائر بكل تأكيد. وهنا كان السؤال كالتالي: الأرض التي توجد عليها ما تسمى بجمهورية الوهم أو جمهورية الجمهورية أو البوليساريو، منظمة البوليساريو والجمهورية الوهمية، هي أرض جزائرية، فإما أن تعترف الجزائر بأن هذا البوليساريو موجود على أراضيها، وبالتالي هي ملزمة قانونيا في القانون الدولي أن تتحمل كل مسؤولية ما تقوم به هذه الجماعة من أعمال ومن تهجمات ومن اختراقات ومن تصريحات، حتى من تصريحات لأنها هي فوق أراضيها، أو أن تعترف الجزائر، وهو الأقرب إلى المنطق، أن الأراضي التي توجد عليها جمهورية الوهم والأراضي التي يوجد عليها البوليساريو من تندوف وبشار وتوات وغيرها هي ليست بأراضي جزائرية، بل هي جزء من الصحراء الشرقية، وهذا أمر آخر من جانب آخر في النقاش حوله. من جانب آخر أستاذ محمد سعيد الوافي، هل كان هناك نقاش أمريكي روسي في فترة معينة لربما أخر التوصل إلى صيغة مرضية لنقول؟ 24 ساعة كانت كافية لاتضاح موقف روسيا. روسيا تريد اليوم شيئين من الجزائر: الشيء الأول هو أن تضمن سوق لبيع أسلحتها، وبالتالي هي تدعم الموقف الجزائري بأنه لا للموائد المستديرة، لكنها في نفس الوقت، هنا الروس في نفس الوقت يدعمون الحل السياسي. أنا لا أتصور، والأمريكيون والمختصون لا يتصورون كيف سيكون هذا الحل السياسي دون وجود أطراف على مائدة مستديرة يناقشون الحل السياسي. المغرب هنا أوضح موقفه: جاهز
بمقترح جاهز منذ سنة 2007 ومستعد للنقاش مع أي كان. طبعا المغرب لن يناقش مع قطاع الطرق، لن يتحاور مع قطاع الطرق ومع الجماعات التي تضم قيادات إرهابية مثل وليد الصحراوي الذي قتل وغيرهم. المغرب لا يتحاور مع الإرهابيين. أعطوني دولة لها ما يسمى بستاتوس أو لها صفة الدولة المعترف بها عالميا أمميا لكي تدخل معي في حوار. كان يحتاج هذا الأمر أو هذا الخلاف الجزئي الظاهر عمليا لكنه غير موجود باطنيا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. لم تعبأ الولايات المتحدة، كرست ما قالته إدارة جوزيف بايدن منذ توليها إدارة البيت الأبيض، وهو أنه ليس هناك تراجع عن الموقف السابق للإدارة الأمريكية بالاعتراف بمغربية الصحراء وبشرعية إدارة المغرب ووجود المغرب فوق أراضيه، وكذلك البحث عن حل سلمي لوقف أي شكل من أشكال النزاع. روسيا هنا لم تختلف كثيرا، هي تطالب بحل سياسي، لذلك ما تطبل له مجلة جريدة الشروق أو غيرها من الجرائد والإعلام الجزائري من كون روسيا دعمت الموقف الجزائري، هذا أمر مستبعد تماما. تبقى الجزائر مسؤولة مسؤولية قانونية أمام القانون الدولي وأمام المنتظم الدولي عن كل الأعمال التي تصدر عن البوليساريو من فوق أراضيها إلا إذا. طيب الصوت انقطع تماما من واشنطن، سنعود إليك أستاذ محمد سعيد الوافي. دكتور محمد تاج الدين الحسيني، في قراءة الموقف الروسي تزامن أمران اثنان، وأتيح لك بطبعة الحال الفرصة لتقرأ ما في ثنايا ذلك. كان هناك أن الامتناع الروسي ليس جديدا في التصويت في جلسة التصويت، وهناك موقف الخارجية الروسية في موقعها بشأن تكذيب حملات تضليلية لوسائل إعلام تابعة مقربة من الجيش الجزائري، روجت لأن لوجود أزمة في العلاقات الروسية المغربية، وكون أن الجزائر ولنقل علاقاتها مع روسيا أملت على موسكو لنقل التضحية بهذه العلاقات الروسية المغربية. كان رد رسمي واضح من روسيا من كون أنها بطبيعة الحال تحافظ على علاقاتها الهامة والثنائية مع الرباط. أنت كيف تقرأ التصويت في مجلس الأمن والموقف الخارجي الروسي؟ تفضل. هو فعلا لنسمي الأشياء بمسمياتها، الأمر يتعلق بالشروق التي هي تقريبا تكاد تكون بمثابة بوق رسمي للدعاية لمؤسسة العسكرية في الجزائر. والشيء الذي أثارني بالتأكيد هو موقف وزارة الخارجية الروسية، وسمت الذي كتب تلك الأشياء سمت بأنه كاذب ويغير الوقائع إلى آخره، وأصرت على التوضيح بأن العلاقات القائمة بين روسيا والمغرب هي جيدة وفي مستوى ممتاز. كذلك بالنسبة لهذا الموقف الروسي، هو دائما معروف قرارات مجلس الأمن دائما يكون هناك تحفظ روسي فيما يتعلق بقرارات صيغة من طرف الولايات المتحدة، لأن الأمر لا يدخل أساسا في المواجهة المباشرة مع المغرب، ولكنه يدخل في إطار نوع من الندية التي تحاول روسيا أن تحافظ عليها في مواجهة الولايات المتحدة في كل القضايا ذات الصبغة الدولية التي تؤثر على مركزها الأممي. الذي كان أثار نوع من الاستغراب في الحقيقة هو موقف تونس، وعندما طلب من ممثل تونس أن يفسر موقفه لم ينبس ببنت شفاه، لم يقل شيئا على الإطلاق، وهذا يوضح أعتقد من وراء الستار أن النظام الحالي في تونس يوجد في موقف من نوع من الهشاشة على مستوى اتخاذ القرار، لأن هناك غياب للمؤسسات الديمقراطية وهناك تخوف. حتى وأنا أطالع تقارير إخبارية دكتور محمد تاج الدين الحسيني، عذرا على المقاطعة، وأنا أتابع تقارير إخبارية قبل الدخول إلى هذا المباشر. كان هناك لربما حديث لمستشار في الرئاسة التونسية قال بأن الموقف نابع من لنقول نهج ما سماه الحياد الإيجابي في موقف تونس إزاء قضية الصحراء المغربية، وأنا أقتبس هنا أيضا مما قاله الصحراء المغربية. تفضل.
لا أنا تحدثت عن ممثل تونس في مجلس الأمن. صحيح. هو الذي لم يقل شيئا، أما رأيت كذلك ما أشار إليه ممثل الرئاسة، هذا شيء آخر. طيب. الإشكالية المطروحة الآن بالنسبة لتونس هو أنها تقع على ضغط قوي من طرف النظام الجزائري المجاور، والوضعية الداخلية لا تزال غير مستقرة، لأن حتى الحياة الديمقراطية لم تعد إلى طبيعتها المطلوبة، وبالتالي هذه أشياء فاعتقادي أنها مسألة ذات طبيعة ظرفية محضة وستتغير في القريب من الأيام. لكن المهم اليوم وهو أن قرار مجلس الأمن جاء ليضع النقط على الحروف فيما يتعلق بالنقط الأساسية. لا يمكن اليوم أو غدا لا للبوليساريو ولا للنظام الجزائري أن تقول إنني أمارس الحرب في هذه المنطقة العازلة. هذا الشيء لم يعد مقبولا منطقيا وقانونيا، وكل فعل من هذه الأنواع في المستقبل القريب سيكون بمثابة عصيان في مواجهة مجلس الأمن. ونحن نعلم أن القرارات التي تتخذها مؤسسة مثل مجلس الأمن هي بمثابة صلب القانون الدولي، يعني عدم الانصياع لها يشكل رفضا يمكن أن يتم بمقتضاه اتخاذ التدابير التي تمر من الفصل السادس من الميثاق إلى الفصل السابع. إذن هذه نقطة مهمة جدا. ثم الجزائر والبوليساريو كان يراهنان دائما على أن مجلس الأمن سيأخذ بعين الاعتبار مسألة ما قامت به القوات المسلحة من عملية تنظيف للطريق الفاصلة بين المغرب وموريتانيا عبر القرقالات. هذا لم يقع، ومجلس الأمن أنا قرأت يعني القرار بتفاصيله الدقيقة لم يشير إطلاقا إلى، بالعكس حينما لم يقل شيئا هو يقول ماذا في الواقع، وقف إطلاق النار وفي تفادي إطلاق النار. دكتور تاج الدين الحسيني، حينما لم يشير صراحة ولم يذكر ولم يعقب على هذه المسألة، هو في الواقع يقول ماذا ضمنيا فيما يتعلق بالقرقرات تحديدا؟ هو يقول بكل صراحة ضمنيا لا، بأن ما قام به المغرب هو عمل يدخل في إطار ممارسته لسيادته في المنطقة، ويدخل في إطار صلاحياته الواسعة لعدم إغلاق الطريق الدولي، وهذا مسألة لا يمكن أن تقبل في أي شريعة، خاصة وأن الأمين العام في تقريره كان قد أشار إلى وجود العصابات المسلحة، ليس فقط المدنيين لأنهم قالوا هناك تظاهرات للمدنيين، العصابات المسلحة تأخذ في الشاحنات هؤلاء المدنيين لتؤتت بهم، ولكن في نفس الوقت شهدت من طرف والمينورسو موجودة لتحرر ما يقع في عين مكان. هناك كانت سيارات عسكرية محملة بأسلحة ثقيلة، هناك جنود بأسبسة تابعين للبوليزاريو، وبالتالي المغرب قام بعمل تفرضه عليه مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والاستقرار. طيب. الآن ما تقوم به البوليزاريو ومن ورائه الجزائر هو عرقلة الأمن والاستقرار. يكفي أن أقول شيئا واحدا، وهو هل يمكن لأي رصاصة أو جندي أن ينطلق من المخيمات دون ترخيص مسبق من الدرك الجزائري ومن المخابرات الجزائرية؟ هذا شيء مستحيل، وبذلك أن تقول الجزائر اليوم لست معنية بالموائد المستديرة، هذا هو كذلك نوع من شريعة الغاب والعصيان في مواجهة القانون الدولي. طيب، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد تاج الدين الحسيني. أستاذ نوفل بعمري، البوليساريو نشرت أكثر من 200 بلاغ من بلاغات الحرب الوهمية، دعني أقول، ومجلس الأمن اليوم يعبر عن قلقه من إنهاء وقف إطلاق النار. البوليساريو هي الوحيدة التي أعلنت رسميا تنصلها وتحللها من وقف إطلاق النار. ماذا يترتب عن موقف مجلس الأمن إزاء هذا الأمر وتحميله مسؤولية احترام الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة بين كل طرف، مع كل طرف مع الأمم المتحدة؟ تفضل. لابد من الإشارة إلى كون اتفاق وقف إطلاق النار كان توقيعه بشكل منفرد، بمعنى أن المغرب وقعه مع الأمم المتحدة، وميليشيات أو تنظيم جبهة البوليساريو وقعه مع الأمم المتحدة. وعندما أعلن هذا التنظيم على كونه خارج اتفاق وقف إطلاق النار، فهو أعلن أو وضع نفسه بداية خارج العملية السياسية ككل، هذا أولا. ثانيا، خروجه من اتفاق وقف إطلاق النار وإعلانه للحرب هو ليس على المغرب بل هو على الأمم المتحدة، على اعتبار أنه اتفاق كان قد وقعه مع الأمم المتحدة، هذا أولا. ثانيا، كان هناك رهان كبير وضغط كبير من طرف الدولة الجزائرية بالأساس أثناء الإعداد لمسودة القرار وقبيل صدور القرار، من أجل أن يتضمن القرار يعني حديث على العملية الأمنية الناجحة التي قام بها
نعرف المنطقة العازلة، وكذلك من أجل أن يتحدث القرار ولو بإشارة دمية إلى وجود حالة حرب. هذا القرار اليوم هو قام بوضع النقط على الحروف في موضعين. أولا لم يأتي على ذكر العملية الأمنية الناجحة التي قام بها، ويمكن مجلس الأمن والأعضاء ديال مجلس الأمن دائمين اعتبروا على كون ما حدث هو تحصيل حاصل، بل يصب في الأهداف ديال الأمم المتحدة وأهداف تواجد الأمم المتحدة في المنطقة من أجل الحفظ السلم والأمن في المنطقة. وبالتالي الأمم المتحدة اليوم وضعت العملية الأمنية الناجحة التي قام بها الجيش المغربي في المنطقة العازلة في سياقها الأمني، بحيث أنه عادت الحركة التجارية إلى انسيابيتها. المسألة التالية هو مسألة ديال الحرب وموضع هاد النقطة في قرار الصدر اليوم. القرار ديال مجلس الأمن اليوم توجه لميليشيات تنظيم جبهة بوليزاريو وكذلك للدولة الجزائرية باعتبار هي الحاضنة لهذه الميليشيات، وباعتبار كون هذه الميليشيات أي عتاد عسكري هو موجود داخل الأراضي الجزائرية. بالتالي الدولة الجزائرية هي من تتحمل مسؤوليته ومسؤولية زعزعة الأمن في المنطقة. قرار الصدر اليوم تحدث على أعمال عدائية، وعندما يتحدث قرار مجلس الأمن اليوم على وجود أعمال عدائية فهو يتطابق مع وجهة النظر المغربية، حيث أن المغرب ظل دائما يتحدث على وجود أعمال عدائية يقوم بها ميليشيات تنظيم جبل بوليزاريو في المنطقة تحت غطاء الدولة الجزائرية. بالتالي اليوم ما كان من تريده الدولة الجزائرية من وجود إقرار أممي بوجود حالة حرب وبالتالي إعلان على انهيار العملية السياسية اليوم، هذا المبتغى تم الفشل فيه اليوم. بل على العكس من ذلك، إقرار اليوم الأمم المتحدة بهذا القرار على ضرورة انخراط الفوري في العملية السياسية وعلى دعم المبعوث الجديد للصمام الدستوري للتحرك في المنطقة هو إقرار بكون المنطقة هي في وضع يعني عادي، وكون الأعمال أي أعمال وأي تحركات اليوم هي تكون أو متواجدة داخل الأراضي الجزائرية، وأي أعمال عدائية طيب. اليوم تتحمل مسؤوليتها الدولة الجزائرية وميليشيات تنظيم جبهة بوليزاريو. وبالتالي قرار اليوم أعتقد على أنه أجابها على هذه النقطة بوضوح، هو أضفى شرعية كاملة على العملية الأمنية التي قام بها المغرب، وهو كذلك وضع الأعمال أو البيانات الهلامية التي ظلت ميليشيات تنظيم جبهة بوليزاريو تصدرها بحيث وصلت إلى أكثر من 240 بيان لم يجد صداها في هذا القرار. بل على العكس من ذلك، هناك اليوم تحميل مسؤولية مباشرة للدولة الجزائرية باعتبار أنه أي أعمال عدائية تقع في المنطقة تتحمل مسؤوليتها الدولة الجزائرية طيب. باعتبار شكرا. أن هذه الميليشيات تتواجد في حضنها وفوق أرضها. شكرا لك أستاذ نوفل البعمري. دكتور عبد الرحيم منار السليمي، في الواقع بعض المتابعين للملف يقولون بأن كانت هناك محاولة إعادة تأطير للقضية من طرف الجزائر منذ ما قبل القرقرات حتى الآن، التدخل المغربي الذي أنهى هذه الفوضى في تلك المنطقة ختم عليه مجلس الأمن اليوم بمثابة مصادقة على هذا التدخل المغربي الذي أعاد الأمور إلى نصابها في المنطقة، مقابل إعادة التأطير التي سعت إليها الجزائر على امتداد الأشهر الماضية، ماذا يقدم مجلس الأمن كتأطير لرؤيته للملف؟ دعني أولا أطرح بعض النقط في تفاعل مع الإخوة الأساتذة. أولا قضية روسيا لنفهمها جيدا. روسيا إذا كانت بالفعل يعتقد البعض بأنها حليف للجزائر، لماذا لم تستعمل حق الفيتو؟ وهذه إمكانية كان من الممكن أن تستعملها. هناك خطأ يجب تصويبه. روسيا ليست حليف للجزائر، هناك علاقات بينهما، وروسيا ليست ضد المغرب كما يعتقد البعض. ولاحظنا بيان واضح من الخارجية كان يوم أمس يكذب، وقبله كان بيان أيضا يكذب كل الأساطير التي حاولت الجزائر أن تخلق هذه الأزمة بين المغرب وروسيا. روسيا هي كما قال الأستاذ تجدين يتوجه رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذه القوى الكبرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المرتبطة بمسألة القرقرات، لاحظنا بأنه منذ البداية حاولت الجزائر وميليشيات البوليزاريو خلق الاعتقاد أولا بأن هناك حرب، لاحظنا هذه المسألة،
وأيضا حاولت الجزائر وصلت إلى درجة أنها بدأت تفرض شروط. سمعنا هذه المسألة تقول بأنه على المغرب أن ينسحب من القرقالات وغيرها. جاء جواب مجلس الأمن بهدوء، بمعنى أنه عبر عن قلق بخصوص إنهاء وقف إطلاق النار. وهنا رسالة واضحة لمن؟ للبوليزاريو، لما أعلن منذ البداية بأنه متحلل من اتفاقه مع الأمم المتحدة، رغم أن هناك إشارة إلى أنه التزم، بمعنى أنه هناك إشارة في القرار تبين بأنه التزم مع الأمين العام، بمعنى أن ما يقوله هو يمارس سلوكات أخرى. قضية الوضع اليوم، الوضع اليوم في داخل هذه المعادلة، الجزائر هي في مواجهة مجلس أمن، هذه هي الوضع الجديد الآن، لأن الجزائر استعملت كل الأسلحة وأخرجت كل الأوراق، وجاء جواب مجلس الأمن بهذه الطريقة. إذن الجزائر هي في مواجهة مجلس الأمن، وهي الآن بمعنى الوضع أن أي سلوك يمكن أن تقوم به الجزائر بعد هذا القرار سيسميه مجلس الأمن بأنه تهديد للأمن والسلم الدولي. إذن قادت الجزائر النظام العسكري، وضع نفسه بعد هذا المسار، بمعنى حاول أن يعود منذ البداية، أن يعود منذ 75، أن يعود 46 سنة إلى الوراء، يخلق من جديد. لاحظنا بأنه أراد أن يخلق بوليزاريو آخر لما شعر بأن البوليزاريو مات، حاول أن يخلق وثائق أخرى، بمعنى أن يزور كل شيء ويحاول أن يغير الإطار ككل، فسقط في مسألة. هو اليوم في مواجهة مجلس الأمن، الرسائل هنا واضحة. شكرا جزيلا لك دكتور منار سليمي. بقي من الوقت ليس الكثير في الواقع، نريد أن نتقدم أكثر في النقاش، ولكن بإجابات لربما مكثفة أكثر تكثيفا حتى نستفيد من وجود ضيوفنا الكرام جميعهم. من واشنطن محمد سعيد الوافي، الجزائر ذكرت في القرار 5 مرات أكثر مما ذكر المغرب، هناك دعوة إلى الالتزام بالتسوية السياسية، ماذا يمكن أن يصنع ستيفان دي مستورا بهذا القرار وهو الآن يتقدم؟ سؤال ذكي جدا. الجزائر ذكرت 5 مرات أو أكثر مما ذكر المغرب في هذا القرار. هذا يعني بكل بساطة أن كل ما كان المغرب يريده أو يريد تحقيقه من وراء هذا القرار، بما في ذلك تجديد لبعثة حفظ السلام، التعاطي مع وقف إطلاق النار وتحميل البوليساريو مسؤولية خرق هذا الوقف، التعاطي مع موضوع الوضع في الصحراء المغربية وتأكيد المجتمع الدولي على أن الأمر مستتب، الأمن مستتب، والمغرب يرعى المنطقة ويدير شؤونها كجزء لا يتجزأ من أراضيه بعملية سياسية ديمقراطية انتخابية جهوية، وهنا أسطر على موضوع الجهوية، في إطار ذاتية التسيير في كل منطقة من مناطق المغرب وفق منتخبين، الموائد المستديرة وذكر الجزائر على 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 حسب وتأكيدا لكلامك، هو تأكيد على أن الجزائر جزء لا يتجزأ من معادلة المشكل ومن خلقه ومن كان وراءه ومن يمول البوليساريو ومن يجب أن يتحمل مسؤولية أي خرق لهذا البوليساريو لحدود المغرب الشرعية. ثم بعد ذلك هدف عملية التسوية بات واضحا. أنا هنا كذلك أسطر على ما الذي سيستفيد منه ستيفان دي مستورا، وهو هدف عملية التسوية الوصول إلى حل مرضي لجميع الأطراف، حل عادل، حل يحفظ السلام والأمن وأسطر على الأمن في المنطقة. وأخيرا ليس هناك مقترح عملي، ليس هناك مقترح بديل لمقترح المغرب، مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. اللهم هناك تصعيد من قبل طغمة عسكرية لا تريد الحل لمشكل الصحراء، لأن في ذلك قطع للأرزاق، قطع لمبيعات السلاح، وقطع كذلك لاستفادتها من أموال وخيرات الشعب الجزائري وصرفها على إيديولوجياتها التوسعية. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سعيد الوافي. دكتور محمد تاج الدين الحسيني،
هل يقفل قرار مجلس الأمن بصيغته التي ورد بها لنقول كل تلك المساعي من أجل خلخلة مرجعيات هذا الملف؟ هو بالتأكيد هذا القرار أنهى مرحلة معينة كان يختلط فيها الشك باليقين ليضع الأمم المتحدة على سكة اليقين المطلق فيما يتعلق بمستقبل النزاع. وأظن أن هناك نقطتين ربما من الأهمية بمكان وأجاب عنهما مجلس الأمن بطريقة جد ذكية. إنه كما تعلمون المناورات التي قام بها النظام الجزائري مؤخرا كانت تهدف كذلك إلى تكليف مجددا المينيرسو بقضايا حقوق الإنسان في المنطقة. فجواب المجلس جاء واضحا في فقرة مهمة يشيد فيها بما قام به المغرب من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخاصة بالفرعين التابعين لهذا المجلس والموجودين في كل من العيون والداخلة. ولكن على صعيد آخر هناك نوع من التدمر لدى مجلس الأمن فيما يتعلق بوضعية اللاجئين، سواء فيما يتعلق بمواجهتهم لكوفيد 19 في هذه المنطقة أو في الخصاص في الأغذية والوسائل الاجتماعية إلى آخره. ويشير مجددا إلى مسألة ضرورة إحصاء هؤلاء اللاجئين صحيح. والتعاون مع المندوبية الدولية السامية للاجئين. وبالتالي إذا وضعنا هذه النقط منذ البداية والتي أشرنا إلى منذ البداية في سلسلة متواصلة، سوف نجد أن النظام الجزائري يضع نفسه تدريجيا في موقع المتهم، المتهم الذي يتغيب عن النقاش، المتهم الذي يجند البوليزاريو ويسلحه ويدفعه نحو متاهات الصحراء، الدولة المارقة التي أصبحت معالمها ترسم تدريجيا بهذه الممارسة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية للأسف في بلد ظل لثلاث سنين وهو يترافع في الشوارع من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية، من أجل الكرامة. وهؤلاء يريدون اليوم أن يمحوا كل هذه الصور، ولعلهم يبحثون عن المغرب كخصم في متاهات حرب عسكرية جديدة لطمس تلك الحركات وتلك المبادرات الشعبية الجزائرية. أقولها مرة أخرى حتى على مستوى المواقع هناك نوع من الحوار الذي يدور ويحاول فيه هذا النظام توريط الشعب الجزائري في طموحاته. وأقول اليوم بأنه حان الوقت لكي تبقى شعار خوا خوا أساسي في العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري، وهذا جاء حتى في الخطاب الملكي فيما يتعلق بالتعامل مع الجزائر. نحن نعتبر أنفسنا إخوة وأشقاء وينبغي أن نستمر في هذا المسار رغم كل كيد للكائدين ورغم أي مواقف متشنجة ومتطرفة للمؤسسة العسكرية في هذا البلد الجار والشقيق. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد تاج الدين الحسيني. أستاذ نوفل البعمري، في قرار مجلس الأمن لا تزال تحضر معايير التسوية وأهدافها التي ينبغي أن تتسم بالبحث عن حل يكون قوامه الواقعية والقابلية للتطبيق والقبول من جميع الأطراف، ماذا يقول ذلك؟ قرار مجلس الأمن في مختلف توصياته التسعة أكد على نقطتين. النقطة الأولى هي المتعلقة بضرورة استئناف العملية السياسية بشكلها السابق بموائد مستدرة جنيف 1 وجنيف 2. وعندما نتحدث عن الموائد المستدرة سابقا فإننا نتحدث على الكون المبعوث سابق والأمم المتحدة سابقا، وما زالت كذلك تعتبر الدولة الجزائرية حاضرة في هذه الموائد المستدرة كطرف أساسي. المسألة الثانية هو أنه النقاشات التي تمت في الجنيف 1 وجنيف 2 كانت تتم على أرضية محاولة توصل إلى حل سياسي وواقعي بروح ودينامية جديدة، وهي المعايير التي تنطبق على مبادرة الحكم الذاتي. وبالتالي قرار في توصياته التسعة الحالية أعاد التأكيد على هذا الثابت الذي أصبح اليوم ثابتا ونقطة مركزية في عمل مجلس الأمن، وستكون كذلك نقطة أساسية في التحركات التي سيقوم بها المبعوث الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة في المنطقة، بحيث أنه سيتحرك وفقا لهذه الرؤية التي تجعل من مبادرة الحكم الذاتي هي المخرج الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول أقاليم الصحراوية الجنوبية، وهي المخرج الوحيد من أجل تصفية هذا الملف. المسألة الثانية هي اللي تم تضمينها في توصيات الصادرة اليوم في قرار مجلس الأمن، هي المتعلقة كذلك
خاصة في النقطة الثانية بدفع العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي وواقعي، وختمها بجملة جد مهمة بمواءمة عمل بعثة سنين رسوبة مع هذا المستجد. وأعتقد أنه عندما يتحدث قرار مجلس الأمن على مواءمة أو ملائمة عمل بعثة سنين رسوبة مع التطور السياسي ومع العملية السياسية، فأعتقد على أنه المجلس الأمن اليوم في هذا القرار قد أعاد يعني إعطاء مفهوم جديد لولاية بعثة سنين رسوبة، بحيث أنه اليوم يقر على كون الجانب المدني أو الجانب السياسي هو محصور في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 2007 إلى الآن، أي منذ السنة طيب. التي قدم فيها مبادرة الحكم الذاتي، وعن الولاية الحالية اللي بعثت من رسو هي مرتبطة أساساً بحفظ السلم والأمن في المنطقة، وفي ذلك القرار أكد على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وطالب للطرف الذي يتحرك في المنطقة بشكل عدائي بضرورة احترام وضمان أمن بعثت من رسو وتحركات بعثت من رسو في المنطقة، وهي رسالة واضحة للدولة الجزائرية وميليشيات تنظيم جبهة بوليزاريو. شكرا جزيلا لك أستاذ نوفل بعمري. ختاما دكتور عبد الرحيم منار السليمي، لعلها إشارة انطلاق أيضا للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، إلى أي مدى يمكن أن تذهب جهود الأمم المتحدة وفقا لهذا القرار، وكيف تتوقع يكون سلوك الأطراف الأخرى؟ أولا دي ميستورا هو رجل ذو خبرة، يعرف جيدا دواليب الأمم المتحدة، يعرف المنطقة، أتحدث هنا عن منطقة شمال إفريقيا والمنطقة المتوسطية، له مقاربة، يفهم جيدا طبيعة المخاطر الأمنية، قادر على القيام باختراقات. من هنا أنه يجب أن ينطلق أولا أمامه قواعد آمرة في القانون الدولي، 18 قرار لمجلس الأمن، لما أقول قواعد آمرة فيها الكثير من المقتضيات القانونية التي يجب أن تنفذ، فيها إشارة وهي مسألة الواقعية، بمعنى الكثير لم ينتبه إلى أن مجلس الأمن عاد إلى استنتاجات فالسون في سنة 2008 المبعوث الأممي، وترددت هذه المسألة على الأقل في 10 قرارات أخيرة، لما قال فالسون الواقعية، وله تصريح مشهور آنذاك كان يقول بأن كل ما تطالب به الجزائر والبوليزاريو هو مستحيل، الواقعية معناه أن هناك حل يمكن مناقشته وهو الحل الوحيد القابل للتطبيق، مقترح الحكم الذاتي. أكثر من ذلك أن دي ميستورا هو الآن بهذا القرار أمام وضع جديد، السؤال اليوم وهو أن هذا القرار ينهي مغامرات النظام العسكري، 46 سنة طيب. من مغامرات النظام العسكري هي تنتهي اليوم، إلى أين سيتجهون؟ بمعنى أن هناك اتجاه واحد، بمعنى أن إذا خالفوا هذه المقتضيات سيدخلون في مواجهة، قلت مع مجلس أمن، بمعنى يجب أن ننتبه ونركز على هذه المسألة أكثر. وضع جديد اليوم يتغير الذي يحلل القرارات، شكرا. 18 مثلا بالقرار الأخير، فهو سيجد بأن إيقاعات مجلس أمن تتغير، وصلت شكرا. إلى وضع جديد. نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الرحيم منار السليمي، رئيس مركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على كل هذه التوضيحات. أشكر أيضا من واشنطن الأستاذ محمد سعيد الوافي، الخبير في الشؤون الأمريكية، ومن الرباط أيضا أشكر الدكتور محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط وينضم، وأيضا نشكر من شفشاون الأستاذ نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء. شكرا لضيوفنا الكرام على كل هذه التوضيحات المنيرة في الواقع بخصوص القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية. بإمكان مشاهدينا الكرام متابعة المزيد على موقعنا الإلكتروني mediantv.com، وأيضا على منصاتنا الرقمية الأخرى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.